مين؟ أفرجك بقى على الشقة زي ما انت شايفة كده، حاجة برحة هواها بحري، شبابيكها دول بيطلوا على الحارة عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب، كنب زين، قعدته مريحة كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعة محمد علي هتلاقيها كلها مفروشة كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان أيامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنة الاسطنبولي. تعال تعال أفرجك على الطقم ده، شفتي؟ طقم ده زين، ده طقم أسري، مفيش منه إلا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا أهو. تعالي تعالي بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكرة أوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى أفرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها، تعالي اتفضلي 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 يا هاني. شفتي بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال افرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم اتفضلي اتفضلي. انت بتجري عليك اعمل انت، خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقنده سفن ستار. يا مامي مين مين ده؟ مالك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه، الحاجة بقاطع ابوه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره برا البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج، وبعدين دايما الناس راحت الكعبة ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما مية زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل بركة من اهل الخطوة. خطوة ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصورة دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضة واحدة عمري. نعم يا اختي، انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صورة ابويا عشانك انت يا معوجة يا معيوبة يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصورة دي بقى لها 40 سنة محطوطة كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو، ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيها، على الفرشة اللي انت هتنامي عليها دي ايه؟ تيجي انت دلوقتي وتقولي لها شالها تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي هتتن وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا في داهية. يلي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني 3 ربط جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي والله عليك. ودي يا قلبي 3 ربط جرجير زي العسل اهم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي، كل يوم تاخدي مني جرجير، مفيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فاهمه؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبويه المبروكه، كانت متجوزه راجل خليجي كبير في السن امكحكح، بعد ما مات اولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ اتفضل، هذه المتعلمه بتاعت المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس،
خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفة وعفيفة وسمعتها كيف البفتة البيضة. أي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها وبعون الله مش هتاخد حق. ما أصل اللي زي دي تهف 50 مليون أخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، إنما أنا أقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن. صح؟ ما هي دي بلدنا. أمال عالمها أبيض وأحمر وأسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش وناس طافحة. عاوزة حاجة؟ عايزة أكل، جعانة قوي، بقالي كتير قوي ما أكلتش. وبعدين يعني أنت هتنزلي وتسيبيني إزاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، أمال إيه يا أختي؟ أقعد معاكي حروسك فوتيكارت؟ ثم بقول لك إيه؟ أنت ما أنتيش لوحدك، أنت معاكي سندس جو. سندس مين؟ سندس خالتي يا أختي، أنت نسيتي ولا إيه؟ بعدين أنا خالتي دي مكركرو بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين أنا أصلاً قبلت إنك تقعدي معانا علشان تونسيها. ده هي اللي كتر خيرها إنها تقعد معاكي. اتفضلي. الأكل أهو. لو عايزة بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه. بس أوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكري الحادثة بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. أخ إف إيه ده؟ إيه؟ بصار؟ لا أنا ما باكلش من البسلة دي، اطلبي لي دليفري. إيه؟ بقول لك ايه، احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من الشارع كلها بوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ اه بشتمك طبعا. هي بتكلم هو ايه اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ صدقتي لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفيتهم في فلوسك يا اختي، مش عاوزين، استغنينا. بقول لك ايه، انا اصلا معاداكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا كوريا، اتصلي بشكري حالا عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه. يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي. الو اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له جيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه نشو؟ شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك كنت عربيه مروان بيه. انا عمري ما كنت ناكل الجميل،
شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. ما اعرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه ههشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك، يعني دي قاعده هنا متويه في بطن البقره، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا اصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وانا عارف ومتوكد ان الاوضه اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك انضف من المكان ده 100 مره. بعدين عايز اقول لسيادتك حاجه، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطه قبضت عليكي ورمتك في التخشيبه مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها يا هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقره احسن من جنه التخشيبه. لازم نستحمل يا بنت الناس، واذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعاملي معاها خالص. كوريا مين مضايقاني ايه؟ بقول لك دي مش بني ادمه اصلا. يا ستي اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. اوعدك يا هيدا هانم اذا احتجتي اي حاجه اكتبها لي بس في ورقه، شرب واكل واجيبه لك لغايه هنا. بس تفهمها تحفظ ادبها وما تكلمنيش بالاسلوب الفالجر بتاعها ده. هو انا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوري يا بنت استهدي بالله وافهمي كويس، انا مفطنك قبلك ده قبل ما اجيبها لك على هنا. ندي هانم بنت زوات وفي ديقة، وانت جربت الديقة قبل كده. احنا صعايدة وبنفهم في الاصول وولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مش جاية تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبة لك فلوس، يعني ربنا بعت لك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخي، مش عايزة منها حاجة، زي الولية اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع، مش عايزة حاجة من الفلوس. وبعدين خلي يعني على رأيك، طالما هي في ضيقة قوي كده، دي مش مكسورة حتى ولا غلبانة، لا بتتنك علي أنا مش عارف. وبعدين برد أخي، والله دي برد، عاملة كده زي حتة الدهنة في الشوربة الساعة. ايه الدهنانة اللي انت مرمية وسطيها دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ أصوابعك دي زي بعضيها؟ أنا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عاملة زي الفنطار زي الطوفي، يتحط على الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيتوا عليه كتير هيقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي يا خال، دي قهران، دي عامله فيها جلينا جولي بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي. وبعدين استحمليها على راي الباشمهندس اللي بيقول انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها خزنه؟ دي حيالله تلاجه معفنه، خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال، انا اقفل التلاجه بالقفل اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحة جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا، انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت تمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها بطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايلها لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه من ايام امها الله يرحمها. واحنا على كده نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي، مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملامس الحديد على الصبح، انا ناقصه عايزه بطاطس والنمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون، تقفلي الباب عليا وبتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن، اقسم بالله ارجع ظروفك دماغك تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه،
انا بعمل لك نسخه ابعتها لك، بس بيسك عليها. اقعد تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج، وبيخلي بالك من المفتاح، اقعد ضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي يا بنت؟ انت يا لما شيء حلوه. حاضر يا سونا. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سونا. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايز اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا، بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هقوم انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. تاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو. لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حرة دي هناك عندكم في الكمباوند، لكن عندي انا هنا انا حرة، يعني انا لا مؤاخذة. فاهمة يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشية في الشارع كنت لامة علينا الاسوأ اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربة الاسترشت وبلوزة بامبا، يقول عليها مسكنة مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسة عباية فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقة دي، وبعدين انتي تقولي ان واحدة زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانة اللي انتي عايشة فيها دي؟ ما ده صبرتي وهي بس. وحياة سعد، ان مسكته لقوم انصل عليكوا شبشب. استني انتي خالتي دلوقتي والنبي. لا نغة، تسمحيلي هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال علي ولا عاد علي، واللي يفتح بقه عليا احشغله بشبشاب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشغله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقول لك على حاجه، انا مستحيل اتكلم مع واحده فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابه اللي انت فرحانه بيها دي انا قاعده فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزه حوار معاكي. تعالي هنا. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ انت زهقتيني بفلوسك يا اختي، اللي كل شويه فلوسي فلوسي فلوسي. مشكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجه، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد. ده انت داخله عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها، انا عايز افهم. ما هو انا اخلص عليكي هتخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالك. يلا يا اختي يلا، جت كنيله تاخد. كم؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. ده بس ايه ده بس؟ ما تبقاش عصبي كده، لا يطقلك عرقه. خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا، مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احاسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف. اتفضل يا خال. اهدى اهدى في اكل. يا نهار اسوخ يا ده المرار الطافح، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟
انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امه لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين؟ خلصت يا خال. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا كده، هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هاي دي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هيدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي، هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي. انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير؟ ما اطلخ. بقول لك ايه يا قعدي؟ مين منير ده؟ قوم يا كريه غير هدومك وانزل واكل عيشك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي، شوف بيضه شعرها طويل ان شاء الله. هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French. ضربتني. مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم. لا مؤاخذة في الكلمة، رد السلام ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ أنا كنت قاعد في المحل، جاني شوية لحمة جاموسي صغير. شباب طمنتني الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزة عشان يستاهلوا بقك الحلو الصغنطة ده. لحمة ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ أنا مش عاوز حاجة منك يا أبلة. الله، أنا بشتري الجيرة عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه، غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. سكت الزنه وتلاقي انا جبت لك اللحمه. ايه اللحمه ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا مطغور يا سندس. لا. احنا من انت بناخد لحمه من الناس؟ من شوربه علشان الواد سعد يجي حضنه ويرمه. يوه روحي بعيد عني بقى، هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني يعني. ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه. عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضاء اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. اديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، اللي بيتهم بيقعوا ويطلعوا مزاز مزاز بيئة، والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئة بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس. انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب؟ يا ولا مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده هو. اسمع كلام امي يا بنت بس، حاسبنا يلا ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي يفرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما بس؟ شوف يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما.
يلا ما تنزلي وانا راح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا يما انزلي بقى يما يما يلا انزلي بقى. ايه يا ولا اسكت يا ولا. سلام يما سلام يما. عايز ايه يا ولا؟ يلا يما اتكل على الله. خد يا ابني نرضيك. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده والجرح لسه مفتوح. خناقتي من قعدة البيت. خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا. أنت تأمرني يا صاحبي. أدي البصل حلاوتك. ولك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح. ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي. أنا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح اخته ودان ده كان فرح شؤم. سلمى مسك البت نوال اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت. وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده يا صاحبي ده؟ كوريا قلعتني من ايدها يا جدع. دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه ثبتها وانت سيد من يثبت الحريم. لا شكلها المره دي بقى حسوك. وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه. لو اتجوزتها نخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا انا ههج من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي وما شربتش من نيله والكلام لهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيهم؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10,000 جنيه، وب 10,000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون، غير ابو مليار، كل واحد بيشوف بلد غير التاني، مصر مش حاجه واحده بس يا سوكا، مصر حاجات كتيره قوي، على حسب اللي في جيبك، ومن الاخر كده يا صاحبي مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحده بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكل انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شوية الاقيكي نطلي في حتة. ها؟ أنا مش محبوسة، أنا جاية هنا أصلا عشان ما بقاش محبوسة. بشوقك. انت هتفضلي واقفه لي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فاهم مكفين. الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوك؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش اسالي ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على العين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه ايه ايه؟ 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه لا بقى ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جايه اقول لك ان انا خلاص قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل. انا ما بقتش قادره اقعد فوق في البيت بخاف. في ايه؟ يا حلو وسطك يا بعيدة. انت ايه؟ حتى المحل كمان طمعانة فيه؟ مش كفاية النصايب اللي نزلت ترف على دماغي من ساعة ما ادبك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي. بلا خايفة بلا مش خايفة. تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك. ارقعي بالصوت الحقيقي فرجي عليهم مثل لا اله الا الله. بلاش. عندك شبشبك، نسليه على خلقة أمه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقسعتك وانت ماشية اللي بتلم عليا اللي يسوى واللي ما يسواش. وبقول لك ايه؟ حوار المحل ده تنسي من مخك خالص، ده محل اكل عيش ياما. ده انت صايب الصوره اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. وحشتني قد ايه؟ انت يا روح بابي. خطوة عزيزة يا أساتذة. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي. ربنا يخليك. احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي لو كنت عايز اهتم ولا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقوله؟ ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقه كلها لما تقعد وسطينا. مين الهانم دي؟
الهوانم هيبقى المره الجايه نجيب شويه هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بميه معدنيه. ميه ايه يا اخويا؟ ميه معدنيه. ميه النيل. النيل اللي بيشرب ميه النيل يرجع لميه النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكره قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنه. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضيه زي الصاروخ. انت احترمي نفسك، يعني قاعده فسحه بيكنيك وسط عيله جميله اشكالهم غريبه وتنبسطي. امارات حلوين هم كلهم ناس. انت بتشاور ليه؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. انت متجوز؟ انا لا، بس متكلمين عليا. يعني مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالد كوريا. اهلا وسهلا. انت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم للساعه. نجيب له ميه زمزم للساعه. ده حاضر. سعد بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز. ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا، المهم تجيب بيض لسعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. انا هدخلك الجامع الليله فقط يا اختي نوال. انت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا استطيع ان امنع اما من اماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. انت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل ايه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا. كتر خيرك يا مسوكة. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لمؤاخذة نوال، انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اختي نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر، اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزة قوية وشديدة. كوريا فرتكت الليلة عليه هو ونوال وسلومة. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه، المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحة؟ طافحة يا طاعون، اتسدت يا عم. ولا اتسدت ولا بتاع، الحريم سهلة ورجعتها قريبة. دوستين تلاتة منك وهتليها سلكت. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقة حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذة هاتلي هدية. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجة ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه 7 نجوم، انما ايه، من بتوع الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا يا دي انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي. حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكال اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شوبه؟ انت اهمل بس، اهمل بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا ملهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. النسوانيه؟ انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي؟ كيف كيف دي بقى؟ هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب خطوة بخطوة، يعني أنا مش هعرف أعمل حاجة من غيرك. هو أنت ناوية تعملي إيه؟ ممكن تفهميني؟ ناوية أعمل حاجة زي الحاجات اللي أنا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس أنا يعني هحتاج شوية تمويل للمشروع ده يا بابي. أنا حبيبتي تحت أمرك، اللي أنت عايزاه أبعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، أنت عارفة رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، أنا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو إيجار المحل وشوية البضاعة اللي هجيبها. هيكون عليها من المحل بتاعي.
اتلهي اتلهي. اخرب عقلك انا وين.